وصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الخامس على التوالي. وقد خصص المركز جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول أبرز التحديات والفرص المتاحة فيما يخص قطاع الصحة والصناعات الدوائية بحضور أكثر من 60 خبيرا وممثلا عن القطاعين العام والخاص. نتكلم على الملكية، احنا ما نتكلمش عن بيع وشراء، احنا بنتكلم على مفهوم الإدارة في هذا القطاع. فمن ضمن الأطروحات اللي اتكلمنا عليها النهاردة ايه النوع المشاركة بتاعت القطاع الخاص مع الحكومة، سواء كان من خلال الإدارة، واتكلمنا كمان في نقطة مهمة جدا وهي ان دور الحكومة في التنظيم والمراقبة. وأهم ما يميز هذه الوثيقة إن هي أول وثيقة يتم فيها دمج كل أصحاب المصلحة مع بعض، بحيث إن احنا نؤدي في النهاية إلى البنفت الكبير لمصلحة المواطن المصري. مشاركة القطاع الخاص في القطاع الطبي أعتقد هيبقى ليها تأثير إيجابي جدا على الخدمة الصحية اللي بتقدم للمواطن المصري. مشاركة القطاع الصحي سواء كان في الإدارة أو في الملكية أو تشجيع القطاع الصحي في المشاركة في زيادة عدد الأسرة، أعتقد دي هتبقى ليها تأثير كويس جدا على الرعاية الصحية. يعني محور الحوار النهاردة والنقاشات اللي دائرة الآن والحقيقة يعني تقريبا أوشكنا على الانتهاء، كلنا بندور في فلك الحياة المعوقات التي أدت لشركات قطاع الأعمال العام إلى ما هي عليه الآن، وكيف السبيل إلى إدخال القطاع الخاص فيها لتحركها وزيادة إنتاجيتها وزيادة ربحيتها بما يعود بالنفع على أولاً الحقيقة المواطن المصري والدولة المصرية، وتعظيم أيضاً حجم الصادرات، وده بإدخال أو تعظيم الشراكة لقطاع الخاص مع الدولة في هذه المصانع. اطلاعي على وثيقة الدولة بشأن تخارج من بعض القطاعات أظن أنها رسالة إيجابية. بنقعد كتير على ترابيزات فيها مستثمرين من الخليج ومن أجانب من دول غربية، لا شك أن اتجاه الدولة وتنفيذ الوثيقة دي على أرض الواقع هيؤثر إيجابياً على وجود استثمارات أجنبية داخل السوق المصري. معظم التوصيات النهاردة بتتكلم على تحديد أولوية الدولة في صناعات الدواء وتوجيهها أساساً في الصناعات الاستراتيجية اللي ما قدرش القطاع الخاص إن هو يقدر يدخل فيها، زي صناعة المواد الخام، زي صناعة المنتجات الحيوية، وإزاي إن احنا نحسن أداء القطاع الأعمال والقطاع الدولة في الدواء على إن هو تبقى من أحسن القطاعات المربحة والتي تحدد واللي ممكن توصل بالدولة لتوفير الدواء بأسعار ممتازة وكمان تتمشى مع السياسات الاستراتيجية للدواء. أكثر ما لفت نظري هو المصارحة الكبيرة جدا اللي موجودة في الوثيقة، مصارحة فعلا احنا محتاجينها في الوقت الراهن. بتتكلم عن السلبيات بكل وضوح، بتحط طرق مناسبة بالفعل وفعالة لعلاج هذه السلبيات. لازم الدولة تفضل موجودة في بعض الحاجات الاستراتيجية، سواء في الملكية للمستشفيات أو لشركات القطاع الدواء، مهم جدا في بعض الأدوية والمستلزمات لازم الدولة تكون موجودة فيها. حقيقة الوثيقة مكتوبة بشكل جيد جدا جدا، الاتجاهات فيها واضحة. اللي احنا كنا بنتناقش فيه في ورشة العمل النهاردة هو ازاي نقدر نخرج من الوثيقة دي لبعض التفاصيل المهمة جدا عشان نقدر ننفذها، وبالتالي لازم نشتغل مع بعض ونوضح بالظبط احنا ايه المجالات اللي عايزين الدولة تكون موجودة فيها وموجودة فيها بقوة، وازاي تقدر تعمل ده عن طريق الشراكات. والجزء اللي الدولة محتاجة تتخرج منه
في الصناعات دي اللي ممكن يكون مش مهم جدا للأمن القومي وبالتالي مش محتاج ان الدولة تكون لها يد فيه. الوثيقة مضمونها ان هي عايزة ترفع من الاقتصاد المصري والكيانات الخاسرة وتدعم دخول القطاع الخاص، وده غالبا احنا يعني نادينا بيه كتير لانه القطاع الخاص جيد جدا في الإدارة، واحنا في الاخر عايزين نهدف للربح ورفع الاقتصاد.